مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من بلاد طيبه. النهارده يمكن هنتكلم على موضوع مختلف، مش دايما بنتكلم فيه او دايما لما بنتكلم فيه بنتكلم فيه كجزء من الحلقه. النهارده عاملين الحلقه كلها عن السياحه العلاجيه، السياحه الاستشفائيه، السياحه البيئيه، هنتكلم في كل ده، وخاصه ان احنا بنحلم ان ايه يعني ليه ما نبقاش من الخمس دول الاولى، وخاصه ان احنا عندنا اكتر من 16 موقع للسياحه الاستشفائيه او العلاجيه، عندنا يمكن عيون كثيرة جدا جدا 1365 تقريبا عين على مستوى مصر كلها، عندنا صحراء ما حصلتش بيتعالج فيها عدد كبير من الأمراض في فكرة الدفن في الرمال الساخنة زي الروماتويد والصدفية وغيره، عندنا عيون كبريتية برضو فيها نسبة كبريت عالية جدا بتعالج كتير من الأمراض النهارده. وطبعا ضيفنا النهارده هياكد المعلومات دي او هيقول لنا بالظبط وبالتفصيل ما يخص السياحه الاستشفائيه. عايزين نعرف بقى عشان احنا المصطلحات قد تختلط علينا، يعني في فرق ما بين السياحه الاستشفائيه وفي فرق ما بين السياحه العلاجيه. هل هي السياحه العلاجيه هي الصحيه، السياحه الصحيه؟ لان في حاجه اسمها سياحه علاج وسياحه استشفاء، يعني في ناس بتيجي تسافر مثلا لندن عشان تعمل عمليات تجميل، او يسافروا مثلا دوله ثانيه عشان يعمل عملية في القلب ويقعد فترة طويلة، ممكن يبقى قاعد في منتجع كامل هو عبارة عن ناس بتعمل عمليات تجميل ويقعدوا لفترة الاستشفاء عشان يخفوا ويرجعوا يستعيدوا صحتهم تاني، او يبقى الدنيا تمام يقدروا يشيلوا الشاش يقدروا بتاع ده. الكلام ده في منتجع كامل، في بلاد قايمة على ده، يعني عاملة الجزر بتاعتها على هذا الاساس، وناس بتتفسح في نفس الوقت. في ناس بتسافر زي ما قلنا بره، بيبقوا رايحين لدكتور معين يعملوا عمليات في العظم، عمليات في القلب، دي نوع سياحه ومهم جدا يبقى عندنا، لان احنا عندنا دكاتره على مستوى عالمي كبير جدا، اتعمل مؤتمرات في مصر على هذا الاساس. عايز اقول لكم انه يمكن من اشهر البلاد المشهوره على مستوى العالم في موضوع السياحه العلاجيه تايلاند، سنغافوره، تركيا، وتركيا عماله رايحه جايه كده في الخمسه الاوائل. ايه المانع ان احنا كمان يكون عندنا النوع ده من السياحة اللي دلوقتي بقى يعني على مستوى العالم بيحلموا انها على 2027 تكون وصلت 270 مليار دولار من هذا النوع من السياحة، وده طبعا رقم كويس جدا. النهاردة هنتكلم بالتفاصيل عن السياحة العلاجية، المنتظر، الخطط اللي الدولة ماشية فيها علشان نحسن نفسنا في هذا المجال، لان احنا زي ما قلت عندنا كل المقومات اللي تساعد، ناقص حاجات بسيطة جدا لو تم الاهتمام بيها اعتقد ان احنا هنبقى من الخمس دول الأولى. معانا أهل العلم وأهل الخبرة، معانا الأستاذ وليد أحمد عزت عضو غرفة شركات سياحة، أهم أحد المستثمرين في الوادي الجديد، صاحب أحد الشركات السياحية العاملة في سياحة السفاري والتسويق السياحي والسياحة البيئية بأفريقيا كلها، المنظم لأكبر تجمع عالمي لليوجا. والحقيقة أن الواحد لما بيسمع دلوقتي يوجا أو يعني مديتيشن أو الكلام ده بينتبه، لأن كلنا بقينا فاهمين النوع ده من السياحة وأكيد بيساعدنا. منورنا. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بيك. إحنا دايما معانا فقرة أولى كده مجموعة من الأخبار السياحية، أيوة، هنشوفها مع بعض، ولو ليك أي تعليق على أي خبر يساعدنا نسمعه. دلوقتي
أخبارنا السياحية مشاهدينا، نرجع مع بعض لاستوديو بلاد تيفا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، منورنا في الاستوديو الأستاذ وليد أحمد عزت، عضو غرفة شركات سياحة وأحد المستثمرين في الوادي الجديد، صاحب أحد شركات السياحة العاملة في سياحة سفاري وتسويق السياحي وسياحة البيئية في أفريقيا، المنظم الأكبر لأكبر تجمع عالمي لليوجا بمصري. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. تايتل طويل، واضح أنه لسه جديد. خلينا نبتدي كده بحكاية المصطلحات دي، عشان أنا أوقات فعلا الأمور بتدخل على بعضها. هل فكرة السياحة العلاجية كله بيندمج او بيندرج تحت عنوان مثلا السياحه البيئيه؟ بصي حضرتك، هو كله بيندرج تحت اسم السياحه الصحيه، مش السياحه العلاجيه. السياحه العلاجيه هي جزء من السياحه الصحيه. السياحه الصحيه هي عباره عن مجموعه من الانشطه السياحيه اللي موجوده داخلها. اللي هي اول حاجه فيها طبعا هي العلاج، اللي هو كل ما يخص المريض وتعامله مع المراكز الطبيه. طب 100% ملهوش علاقه خالص بالسياحه الاستشفائيه. داخل فيه التجميل. كل ما هو بيخضع لجراحة، مستشفيات، العلاقة ما بين المريض وما بين أو السائح وما بينه وما بين الأطباء، دي تعتبر سياحة علاجية. في بعديها يندرج بعديها حاجة اسمها السياحة الوقائية. السياحة الوقائية فيها جزئيتين، جزء خاص مكمل للسياحة العلاجية، اللي هو الجزء اللي بعد مرحلة العلاج بيحتاج فترة وقاية داخل المستشفى، وبيخضع لبرنامج علاجي أو برنامج غذائي تحت إشراف أطباء، بس في الوقت ده بيسمح له أنه هو يتحرك خارج نطاق المستشفى، يقدر يعمل جولات سياحية، احنا بننظم لهم جولات سياحية يقدر يتحرك فيها المريض ويبتدي أن يخرج بره نطاق المستشفى. تمام. الجزء الثالث بتاع السياحة الوقائية اللي هو فيما بعد بقى، اللي هو برامج التخسيس، برامج التغذية، فترة النقاهة بعد ما يخلص خالص، مش محتاج أي أطباء خالص ومش محتاج أي رعاية طبية، يقدر أنه يتحرك في المناطق الاستشفائية. بعد كده عندنا السياحة الميسرة. السياحة الميسرة دي هي السياحة الكبار السن وذوي الإعاقة والإدمان. الإدمان ليس إدمان مخدرات فقط، لكن الإدمان يندرج تحته مسميات كثيرة، إدمان التليفون، إدمان السوشيال ميديا اللي احنا بنتكلم بالظبط اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها عايزين. فإحنا محتاجين إن احنا نفصل الكلام ده كله. بعد كده الكهرباء بشكل عام بالظبط كده. بعد كده عندنا السياحه الاستشفائيه. السياحه الاستشفائيه اللي هي بتعتمد على المناطق اللي فيها استشفاء، زي منطقه الوادي الجديد، زي عيون موسى، زي حمام فرعون، المناطق اللي فيها عيون ميه سخنه، فيها دفن في الرمل زي ما حضرتك تفضلتي، فيها رياضيات، رياضه اخرى موجوده زي اليوجا والميديتيشن، لان هي دي كلها رياضات تخص الصفاء الذهن. طيب احنا عندنا مواقع لا حصر لها، وانا لسه كنا قريب في راس سدر، وكنا في عيون، غير عيون موسى هناك كمان في كان عيون كبريتية مش ممكن جمالها، ومحاطه بكم شجر، بس هي زي ما تقول في حتت نائيه شويه بتمشي لها بالعربيه، يعني طرق يعني لسه ما تسويتش، وفي نفس الوقت فيها كم كبريت الواحد شمه، والميه مولعه يعني نار. وبعدين الناس اللي بتشتغل هناك، لانها حاجه ظريفه جدا، الناس اللي بتشتغل هناك يقول لك زي ما انتم عايزين، احنا ممكن نبردها، نطول الطريق شويه لغايه العين نفسها او لغايه البركه نفسها اللي طالع فيها الميه، او نقصرها. والظريف ان كان في ساعتها اجانب جايبين شيزلونج كده زي بتاع اللي هو الخفيف اللي بيتشال، وقاعدين، والبدو اللي هناك بيعملوا لهم اكلات، بيعملوا لهم شاي، وكانت حاجه رائعه، بس العدد كان قليل. فخلينا نتكلم على اماكن كتير قوي عندنا، اللي معروف واللي مش معروف. احنا عندنا حوالي 1352 موقع عباره عن عيون مياه سخنه موجوده جوه مصر كلها. كويس. في بعضها مشهور، معظمها مياه كبريتيه، فيها طبعا نسبه معادن بتعالج من الروماتيزم والروماتايد والام العظم، وجزء كبير جدا في العلاج.
ودي منتشره في انحاء الجمهوريه كلها. طبعا اشهرهم حمام فرعون، حمام موسى، وبعد كده طبعا فيها في عيون في سيوه، في عيون في الوادي الجديد. الوادي الجديد لوحده فيه حوالي اكتر من 120 عين ميه سخنه، وده يعتبر يعني هو الوادي الجديد. يمكن انا متحيز شويه للوادي الجديد، يعني هتكلم عنه اكتر لان احنا بنتكلم. حضرتك رحت هناك؟ انا اوريدي مستثمر في الوادي الجديد. لكن اصلا حضرتك منين؟ انا من القاهره. طيب، فعشان تروح هناك ده معناها ان انت حضرتك شايف ان هناك مقومات هتخليك تمشي المسافة دي كلها بالزبط، وتعمل حياتك كلها هناك. بالظبط كده. الوادي الجديد عبارة عن، يعني عارف حضرتك أقول إيه، مجمع صحي استشفائي موجود مش هتلاقي حد زيه في أي حتة في العالم. جميل. لأنه يحتوي على كل أنواع الاستشفاء اللي موجودة اللي ممكن تتخيليها، يعني من ناحية الطبيعة، من ناحية الخضرة، على الرغم إن إحنا بنقول صحراء، لكن إحنا عندنا الواحات دي لوحدها كمية خضار رهيبة الشكل. يعني العيون المية السخنة بتتراوح درجات الحرارة بتاعتها ما بين 32 درجة لغاية 45 درجة مئوية. طبعا فيها كمية معادن موجودة، المعادن دي اللي هي زي ما بقول لحضرتك اللي هي بتعالج كمية كبيرة جدا من أمراض الروماتيزم والعظم والكلام ده كله. بعد كده طبعا عندنا الدفن في الرملة، موجود فيه علاج بالطمي اللي بيطلع من الأرض برضك بيعالج الروماتيزم. بيعتمد برضك طبيعة الجو هناك بتعتمد على جزء من علاج الصدفية. فهو زي ما بقول لحضرتك ده مجمع طبي متكامل، لو احنا اهتمينا بيه، الدولة اهتمت بيه وركزت عليه، اعتقد ان ده هنقدر نطلع بمنتج قوي جدا جدا يغزو العالم. نجحنا الفترة اللي فاتت بناء على الكلام اللي انا بقول لحضرتك عليه ده، انا الفكرة طبعا من زمان احنا بنسعى فيها. نجحنا الفترة اللي فاتت من حوالي شهرين ان احنا نستقطب اكبر اطباء اسبان يجوا من اسبانيا، من فيهم كانت الدكتوره بتاعه الملك شخصيا يعني، وجم مع مجموعه من الاطباء حوالي بتاع 16 طبيب اسباني من اكبر اطباء اسبانيا. الاطباء دول بيشتغلوا في مرحله اللي هي ما بعد العلاج اللي انا بتكلم حضرتك عليه، اللي هم بعد مرحله العلاج المريض بيحتاج ايه؟ بيحتاج لبعض الفيتامينز بياخدها، وبيبتدي لجو بيئي نظيف يعيش فيه، وبيحتاج لتغذيه معينه، ومحتاج لجو ما هوش بارد، جو دافي يقدر ان هو يتعايش مع المريض بعد مرحله العلاج تماما يعني. وعملنا لهم زيارات لكل المواقع اللي موجوده، زاروا المواقع كلها اللي موجوده داخل. الرحله كانت 4 ايام. أربعة أيام. احنا قدرنا عملنا الخارجة، احنا عندنا الخارجة والدخلة. احنا وتركيزنا كله طبعا على الدخلة، على الدخلة اكتر، لان هي تعتبر اكتر منطقة فيها مناطق سياحية، لان انت بتجمجي طبعا ما بين المناطق الاستشفائية والمناطق الاثريه. احنا عندنا معالم اثرية موجودة وخمس عصور مرت على الوادي الجديد. شفناها وشفنا، يعني انا كنتش متخيله ان فيها اثار، يعني متخيله متكامل. يعني متخيله انها بس فيها عيون وفيها خضار وفيها سياحه بيئيه من الدرجه الاولى، لكن ما تخيلش ان فيها كمان اثار. فدي كانت من بالظبط كده. طب خلينا نتكلم على المقومات اللي عندنا دي. المفروض انها يمكن تكون بلاد كتير جدا عندها اقل مننا بكتير بس نجحت مثلا. وخلينا نضرب مثال علشان نشوف الناس دي بتعمل ايه، لانه ربنا اللي ادانا الحاجات دي، بس احنا فين بحيث ان احنا نعمل دعايه للحاجات دي. زي الاردن، زي تونس، عندهم سياحه علاجيه. الاردن عندها البحر الميت، يمكن هو بس البحر الميت، لكن عرفوا يطلعوا منه منتجات، وعرفوا يعملوا فنادق بيئيه، وعرفوا. انا رحت شفت البيت البحر الميت، لقيته حاجه مش كتير، حاجه بسيطه، لكن اتعمل عليها يعني سياحه ضخمه بالزبط. جدا بالزبط. في الاردن، والناس بتسافر تعمل شهر عسل هناك ويقضوا وقت هناك. خلينا نتكلم على المقومات اللي عندنا. عندنا مقومات كتير زي ما حضرتك قلت، مختلفه بانواع كتير، لكن ينقصنا ايه؟ والرساله، لان السياحه دي عايزه، وبالذات العلاجية اللي بيروحوا بقى بعد كده يعملوا عمليات وعايزين استشفاء أو رهيل، يعني أنه عايزين فلوس، دول ناس أثرياء. طب الرسالة دي هتبقى موجهة من خلال إيه؟ خلينا نتكلم على محتاجين إيه علشان المادة دي تنتشر، أو يبقى عندنا نوع ده من السياحة نمرة واحد. أولا إحنا محتاجين الدولة تهتم بالمنتج ده، لانه المنتج ده يصب يعني يعتبر، لو احنا فكرنا فيه، طبعا احنا بنتكلم على صناعه السياحه، سياحه الصناعه صناعه قويه جدا جدا، ولو احنا ركزنا فيها احنا بنتكلم اكتر من ثلث الدخل القومي ممكن يخش من صناعه السياحه، من صناعه السياحه، لان السياحه صناعه وليس حرفه، هي صناعه. فالاهتمام من الدوله بايه؟ اولا، اول جزء احنا محتاجين ان احنا يكون عندنا منتج طبي متكامل، وده بيمثل في بعض المراكز الطبيه الموجوده.
يعني زي مركز الطب العالمي، ده احد الامثله القويه اللي احنا نقدر ان احنا عندنا كذا حاجه، عندنا كذا كذا عندنا لكن كذا، لكن هي ممكن تتحول لسياحه علاجيه. طبعا طبعا، هي كل الجزئيه. احنا عندنا المنتج، عندنا اطباء مهره، بالدليل على كده ان احنا معظم الاطباء بتاعتنا موجوده بيسافروا بره يعني، بالظبط كده يعني بيزدهروا جدا. فاحنا اول نقطه عندنا بالنسبه لنا ان احنا لازم ان احنا نعمل المنتج ونسوقه صح كويس، بس لازم نكون عندنا بنيه تحتيه قويه. البنيه التحتيه القويه زي المراكز الطبيه اللي انا بتكلم حضرتك عليها، مراكز ذو سمعه قويه، بحيث ان احنا ما نضرش باسم البلد، لان طبعا اهم حاجه قبل ما نعمل تسويق لازم يكون المنتج قوي، ونكون عارفين ايه الرساله اللي احنا هنقدمها للغير عشان نقدر ان احنا ننافس. احنا نقدر ننافس، نقدر ننافس بقوه، بس امتى؟ بعد ما نحط البنيه التحتيه اللي محتاجينها. البنيه التحتيه دي فيها عوامل كتير قوي، يعني قبل ما نسوق مثلا دلوقتي احنا محتاجين ان احنا نشوف مشكله التاشيره الصحيه. التاشيره الصحيه دي اهم نقطه بتساعد. هي حاليا دلوقتي في مصر مش موجوده، لكن احنا بننادي بيها، لان التاشيره الصحيه دي بتطلع من السفارات في خلال 48 ساعه 72 ساعه بناء على التقرير الطبي اللي بيبقى طالع من المستشفى، بيروح للسفاره المصريه بتاعتنا في الدوله، وبالتالي بتهيئ لي ان هو يقدر ان هو ينزل للعلاج في مصر. دي لو احنا نجحنا فيها اول نقطه، دي حتى هنعمل عمليه استقطاب لجزء كبير جدا من العالم. الفكره كبدايه ان احنا فكر، احنا كان لينا تجارب عمليه على ارض الواقع، ان احنا ابتدينا بافريقيا. ليه ابتدينا بافريقيا؟ لانه احنا بالنسبه لافريقيا كنز كبير، فبالتالي احنا دوله القياده بالنسبه لافريقيا. فلو ابتدينا بافريقيا وابتدينا ننتشر بيها، وابتدينا ان احنا ننمي السياحه الصحيه من خلال افريقيا، من خلال الوفود اللي جايه من افريقيا، هنقدر ان احنا نحط رجلينا على اول خطوه للسياحه الصحيه. على فكره افريقيا الناس، بس عشان احنا قعدنا فتره طويله شايفين افريقيا انها يعني قاره قايمه على الاقتصاد الريعي وبس بتطلع مواد خام وتديها للعالم، لكن انا عايزه اقول ان في مناطق وفي ناس في افريقيا اغنى اغنياء العالم. بالظبط بالظبط. وممكن جدا ان احنا، ومثقفين جدا وعلى درجه عاليه جدا من التعليم كبيره، ممكن جدا ان احنا نستقطبهم، بدل ما يسافر لندن يدفع فلوس قد كده ومش هياخد نص الخدمه اللي هياخدها عندنا، لا يجي عندنا. بس زي ما حضرتك قلت، البنيه التحتيه نمره واحد لازم تبقى كده قويه جدا عشان تقدري انك انت تتواجدي، ولازم تسوقي المنتج بتاعك بصوره جيده جدا. زي الهند غازيه افريقيا بطريقه رهيبه، يعني الهند منافس شرس لينا لحاجتين. اولا الامكانيات الموجوده عندهم، على الرغم ان انا حاول حضرتك عليها، الامكانيات الطبيه لا تساوي الامكانيات الطبيه اللي عندنا. يعني احنا، يعني انا من حوالي 5 سنين عرض عليا ان انا، وما زلت حتى الان، ان انا اكون وكيل لاكبر مستشفى في الهند. اسماء ابولو، اكبر مستشفى موجوده يعني. لكن لما جيت درست الامكانيات الموجوده عندهم والامكانيات الموجوده عندنا، وصراحه انا لما دخلت مستشفيات القوات المسلحه بالذات، امكانيات كبني ادمين ولا امكانيات كمان اجهزه؟ امكانيات اجهزه، انا بتكلم كامكانيات اجهزه. احنا عندنا بقى، احنا النقطه اللي عندنا ان احنا عندنا امكانيات الاطباء لا تقارن بجد. والله اصل انا سامعه ان الهند دلوقتي على مستوى العالم هم اوائل الجامعه هنود، اوائل مش عارفه الموظفين هنود. الراجل اللي جه رئيس الوزراء بتاعهم ده اللي هو قلب الدنيا بعد ما كان ما عندهمش احتياطي نقدي، خلى الهند دلوقتي من اقوى دول العالم باقتصاد، وبيقولوا ان كمان 10 سنين هتبقى من بالزبط. احسن دول العالم في الاقتصاد. الراجل ده بس هو كان اوائل مش عارفه جامعه ايه بره، وجي غير الدنيا خالص. ده هندي يعني، ده مش مثلا جابوه مستوردينه من بره. فانا قصدي ان الهند واخده يعني خطوات واسعه، لكن حضرتك بتقول ومع ذلك احنا بالزبط عندنا امكانيات اكبر بالزبط. أنا ماديه من الواقع، لان هم الميزه بتاعتهم حضرتك ان هم بيشتغلوا شغل مؤسسي، شغل منظم. الشغل المؤسسي ده بيشتغلوا بناء على خطه عمل واضحه، والناس بتشتغل داخل منظومه. احنا عندنا الامكانيات البشريه اقوى من عندهم بكتير قوي. هم عندهم الامكانيات، بعض الامكانيات الماديه. يعني انا هقول لحضرتك، لما جبت وفد من الهند جم زاروا مصر، خدتهم على مستشفى 57، انبهروا من الامكانيات الموجوده داخل المستشفى. فده دليل، اول دليل يدلك على ايه حضرتك؟ انت فين بالنسبه للهند؟ كويس قوي. دول 65 مستشفى جوه الهند، يعني هم دول المسيطرين على سوق السياحه الصحيه في الهند، اللي هي المستشفى دي اللي هم المجموعه اللي انا بكلم حضرتك. هم انبهروا بالامكانيات اللي عندنا، انبهروا بالامكانيات اللي موجوده عندنا. كويس. فاحنا عندنا امكانيات، عندنا امكانيات متوقع. يعني احنا عندنا مركز ينقصنا منظومه ولا ينقصنا البنيه التحتيه اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ البنيه التحتيه ومنظومه، الناس تقدر ان هي تخش داخل المنظومه، تبتدي تنتج داخل هذا القطاع. زي ايه يعني؟ قول لي كده حضرتك، ايه اللي بينقصنا؟ اطباء مدربين،
جزئيه كبيره جدا تمريض. مهمه عن التمريض ده لسه كنت هتكلم عنك. انت عندك مشكله التمريض دي رهيبه جدا، محتاجه دورات كبيره جدا، محتاجه انك انت يكون هو في بعض الجهات ابتدت النهارده يعني في بعض في الموضوع طبعا تشتغل فيها. يعني في مثلا على حد علمي ان في جامعه بدر عامله جامعه مخصوصه واختلاف للتمريض، وابتدت ان هي تعمل دورات تدريبيه قويه جدا بحيث ان هي تنمي مهارات التمريض الموجود داخل مصر. فطبعا لو اهتمينا بيها، طبعا اهتمينا بالمواصفات العالميه الموجوده للمستشفيات، لان دي برضك تنقصنا شويه، اللي هي المواصفات ازاي انك انت توصلي لدرجه العالميه في داخل المستشفى في المقاييس المحطوطه كده محطوطه علشان الناس تمشي بالظبط عليه. بالظبط كده. فاحنا لو قدرنا ان احنا نوصل ليها، احنا عندنا 5 مستشفيات او 6 مستشفيات اوريدي، بدون طبعا ذكر اسامي، دول لكن عندنا دول 5 دول اعلى حاجه، دول اعلى حاجه موجودين في مصر، ونقدر من خلالهم ان احنا نبتدي. يعني هي الفكره. طبعا احنا لو عايزين نقول السياحه الصحيه، هو طبعا في اتجاه الفتره اللي جايه لاصدار قانون السياحه الصحيه، تنظيم العلاقه ما بين السياحه وما بين الصحه، لان ما ينفعش ان اي حد يجي يقول انا هشتغل في السياحه الصحيه. ليه؟ لانه انت بتضر باسم البلد قبل ما انك انت تبتدي انك انت تشتغل. في ناس ممكن تقول انا بشتغل في سواقيه مش لعبتها طبعا اصلا. طبعا ما هيش لعبتها، لان هي اولا انا راجل مثلا انا بشتغل في المجال، لكن اقدر اقول لك لا انا ماليش علاقه، انا لازم من خلال اطباء اللي بيدير المنظومه دي عندي واخد لك مجموعه من الاطباء. ما فيش هزار، ده يعني مرض وممكن مجموعه من الاطباء، يعني انت مجموعه من الاطباء هم اللي بيديروا هذه المنظومه. انت حضرتك الدور السياحه ايه؟ الدور السياحه هو المكمل، اللي هو الاعداد البرنامج المنظم اللي بيعمل الباكج بالزبط. نفسها، لكن التفاصيل دي في التفاصيل مش بتاعتنا خالص، وما نقدرش نتكلم فيها. يعني انا نفسي حتى ما اقدرش اتكلم فيها. طيب. دي في اطباء متخصصين هم اللي بيقدروا ان هم يتكلموا فيها. طيب انا كان لواء خالد فوده من فتره كده، والحقيقه كل فتره 2017. بيعمل مؤتمر طبي رهيب بالظبط، وبيتكلم عن السياحه العلاجيه والسياحه الصحيه والتفاصيل دي كلها، وبيعمل دمج ظريف جدا. كان طبعا عشان كمان في سانت كاترين وفي دهب، والاثنين ما عندهم المقومات بتاعه السياحه الاستشفائيه كمان. لكن الحقيقه انه من عملت لقاء وقتها مع انا مش فاكره البلد، بس هي بلد كانت نمره واحد، عندهم منتجع كامل زي جزيره كامله هي عباره عن كده بس دف. بتعمل عمليات. بس انا للاسف لا، انا مش بتكلم، انا بتكلم في شرم الشيخ اتعمل، لكن انت عارف استضاف من العالم كله احسن أيوه. رواد في العالم في المجال ده، فمن ضمنها كان منتجع كامل جزيره كامله باسوار بتعمل الحكايه دي، فسحه وفي نفس الوقت اللي عايز تجميل، اطباء للعظم، اطباء قلب، في منتجع واحد. كانوا في من النمسا تقريبا، كان مجموعه من النمسا وقتها، وكان حاجه زي كده يعني. احتمال النمسا، احتمال هي النمسا فعلا. فانا عايز اعرف يعني هل ممكن احنا يتعمل ده، تبقى حاجه مغلقه على نفسها وتبقى فيها بقى البنيه التحتيه اللي حضرتك بتتكلم عليها، هل ده مشروع ممكن يتنفذ عندنا في مصر؟ ممكن يتنفذ. نختار دوله من الدول، ولتكن بلد شاطئيه، بلد على النيل يعني. سبقنا في الجزئيه دي طبعا مينا فيل بتاعت سفاجه دي كانت اول حاجه. انا مش شايفه نقول اسامي خالص. طيب اوكي، الاسامي دي هتضيع. هو كان فكره ان احنا كان ناس جابوا حاجه اكلوا فيفاري من بره، وجم عملوا منتجع صحي في منطقه سفاجه. كويس. استفادوا من التربه اللي موجوده هناك، وكان احد الاطباء طبعا المشهورين، يعني ما اعرفش كنت اقدر يعني دكتور هاني الناظر ده كان يعني استاذ الامراض الجلديه واختلف، وكان هو اللي ماسك هذا المشروع وحقق نجاح كويس قوي قوي. وبعدين طبعا ما حصلش اهتمام، لان هو كل واحد بيشتغل بفكره وبيشتغل لوحده، ما في يعني مفيش تنسيق بقى، مفيش تنسيق. احنا محتاجين دعم قوي من الدوله عشان نقدر ان احنا ننجح في تحقيق. القطاع الخاص ما يقدرش يشتغل لوحده على الفكره. القطاع الخاص يقدر يشتغل لوحده، بس القطاع الخاص واختك لوحده لازم دعم من الدوله، لان لو ما خدش دعم من البنيه التحتيه دي مش هيعملها غير دوله. يعني انا هقول لحضرتك، انا مثلا لما جبنا المجموعه الاسبان على الرغم انهم انبهروا بالطبيعه والاماكن، لكن كان عندنا مشاكل في البنيه التحتيه كتيره جدا. يعني طبيعه المياه السخنه، مين اللي يقول ان المياه السخنه اللي بتطلع من البير دي بتعالج ايه؟ ما ينفعش ان انا اقول، وما ينفعش اي حد من المجتمع المحلي اللي هناك يطلع يقول انا بعالج كذا، لان ده غلط. احنا لو اتكلمنا كده، بص حضرتك، في احنا بنمارس هنا السياحه الاستشفائيه بالاسلوب البدائي. الاسلوب البدائي ان هو اي حد نقلا من فم لفم، دي المعلومات العامه، ودي برضك مش كويسه، لان لو للاسف الشديد لو سايح حصل له حاجه، يعني مثلا حضرتك لو حد عنده ضغط عالي ونزل دفن في الرمله، في السخونه بتاعه الرمله، ده ممكن يموت فيها.
فمين اللي يقول ان ده يقدر ان هو ينزل طبعًا. ولا ما يقدرش ينزل طبعًا. مين اللي يقدر يقول ان ده يقدر يستحمل درجه حراره المايه العاليه دي ولا ما يقدرش يستحملها؟ لان لازم تكون في تحاليل قبل الكلام ده كله. فعشان كده بقول لحضرتك لازم البنيه التحتيه اللي احنا بنتكلم عليها عباره عن ايه؟ تحديد المواقع اللي احنا بنتكلم عليها، تبتدي دراسه علميه من خلال وزاره الصحه ان هي تقول وقت لك المناطق دي المياه عباره عن مكونات المياه عباره عن ايه؟ مكونات المياه دي بتعالج ايه؟ زي كالوفاري، هي يعني الناس بره عامله ايه؟ المنتجعات الصحيه اللي بره ناجحه ليه؟ لان هم عاملين المنتجع زي ما حضرتك تفضلتي كده، بيجيبوا ريزورت وبيجيبوا او مدينه بتبقى متكامله قايمه على الجزئيه دي، يعني كل شغلتها ان هي يستخدموا المياه اللي طالعه من الارض ويبتدي يعمل برنامج علاجي استشفائي داخل المكان ده. تبقى لمدة 15 يوم بس بناء على ايه حضرتك؟ تحاليل، اطباء ممكن يكون مشرفين. قبل ما يسافر اصلا كل ده يتبعت ده حضرتك يعني. بنبعت الميديكال ريبورت بتاعه قبل ما يسافر بحوالي 3 شهور يحددوا له البرنامج والمدة الزمنية اللي هيقعدها فيه وطبيعة الاكل اللي هياكلها وهتكلفه كام كل ده بقى. تمام كويس. فطبعا الكلام ده كله محتاج بنية تحتية، القطاع الخاص لوحده ما يقدرش يعمل البنية التحتية دي. فلازم الدولة بالتضافر مع القطاع الخاص وزارة الصحة كمان تكون داخلة طبعا. وزارة الصحة دي الأساس، لأن هي وزارة الصحة اللي هي تقدر إن هي تعين المناطق دي وتقدر تقول المنطقة دي جاهزة للاستشفاء، المنطقة دي جاهزة للاستشفاء، نقدر إن احنا نسوق لها عالميا ساعتها تنجح. حضرتك فاكر لما طلعت قنوات كده بتتكلم عن العلاج بالأعشاب وطلع ناس يطلعوا كده وكانوا عاملين ضجة جامدة وقتها يعني حازوا على إعجاب الجميع وفي ناس اتوفت يعني وفي ناس حصل لها مشاكل صحية بسبب إن هو مش دارس. أنا فاكرة قابلت مرة بدوي وهو رجل اعتقد في شرم الشيخ برضو او سانت كاترين وهو وارث الموضوع ده عن والده، كان ممكن يشتغل لوحده لكن الحقيقه ان هو سافر بره وخد شهاده معتمده من دوله ما متخصصه في هذا المجال ورجع بالشهاده دي وفتح بقى حاجه زي يعني على مستوى صغير بس بيعالج الناس وهو معاه الشهاده دي. فليه لا يعني حتى بتكلم طبعا على مش بتكلم على طب هنا، انا بتكلم على العلاج اللي هي بالاعشاب دي علشان برضو خطر يعني الناس متخيله ان اي حاجه بالاعشاب تبقى حلوه. بالظبط بالظبط. لكن دي برضو حتى دي محتاجه دراسه جامده جدا طبعا. فيا ريت يكون عندنا ده والناس شغاله عليه، لان حضرتك بتتكلم دلوقتي على محاور كتير جدا لكن كلها ممكن فعلا تتجمع تحت السياحه الصحيه. كلها بتخش تحت السياحه الصحيه. كلها بتندرج تحت السياحه الصحيه. طيب نتمنى انه يعني عشان نقفل النقطه دي انه الدوله تكون بتتدخل في حكايه البنيه التحتيه، واعتقد ان الدوله بتبص برضو بعين الاعتبار للموضوع ده على اساس انه ممكن يدخل لنا منه بالزبط. مبلغ كبير، احنا بنقول 270 مليار دولار هتبقى في 2027، ده منتظر يعني ان العالم كله يعمل الرقم ده في السياحه العلاجيه، فلازم مصر يبقى ليها نصيب بقى. مفروض مفروض يعني. طيب فاحنا مستنيين ان يحصل تنسيق ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، وبالذات ان الدوله لازم تدخل بوزاره الصحه ويحصل تنسيق بقى مع السياحه والبيئه وزاره البيئه بالظبط، وعدد كبير والبدو يشتغلوا في الموضوع يعني يبقى في ناس كمان مؤهله انها تروح، لان الراجل اي حد وبالذات الاثرياء دول اللي هم عندهم استعداد يسافروا ويتعالجوا مش هيثق في حد مش ماشي في منظومه. لا بالظبط بالظبط. مش هيجي. طيب خلينا نروح للسياحة البيئية وازاي احنا بقينا شاطرين قوي في الموضوع ده وبقينا فاهمينه رغم انه مثلا من 5-6 سنين احنا نسمعه من بعيد كده، لكن دلوقتي وبعد المؤتمر اللي حصل وحكاية تغير المناخ بقى كلنا عندنا معلومات في الموضوع ده وبقى فعلا المصريين كمان بقوا يدوروا على السياحة البيئية بالزبط دي بالزبط. العالم كله بيدور عليه من زمان بس زادت بعد الكورونا. فخلينا نتكلم على ده ومقومات اللي عندنا برضو ايه، لان انا شايفه في الاقصر واسوان بقى في الفنادق البيئيه او البوتيك اوتيل القليل، شايفه حضرتك بتتكلم على وادي جديد، الوادي الجديد مليانه سواء داخل او خارجه، سيوه بقى فيها طبعا. فخلينا نتكلم على السياحه البيئيه واصله فين دلوقتي، وهل من كوب 27 في تغيير حصل، الدوله خدت خطوات اوسع في المجال؟ في طبعا اختلك وزاره البيئه مهتمه وفي برضك قانون هيبتدي يصدر خلال الفتره اللي جايه لتنظيم الفنادق البيئيه او الوضع معايير خاصه بالفنادق البيئيه اللي هي تكون بتخدم البيئه المحيطه بيها. في فرق بين الفنادق البيئيه اللي هي بتخدم البيئه ايوه وايه تاني والفنادق الخضراء. والفنادق الخضراء دي حاجه ده فندق بس. مبنى موجود هنبتدي بس نظبطه ان يبقى يقلل الاستهلاك ويبقى صديق البيئه يستعمل يقلل التلوث الموجود بالظبط الطاقه الشمسيه الكلام ده كله يعني كويس الفرق بينهم. لكن البيئيه دي ليه معمول البيئيه دي اللي هي لازم تطابق المواصفات بتاعتها للبيئه المحيطه بيها كويس. ولازم يكون انك انت بتدربي المجتمع المحلي اللي عايش حواليكي بحيث ان هو يكون له دخل من المكان ده لانه بيساعد
بيساعد في الدخل بتاعه. فانت بتعملي تنميه للمجتمع المحلي حواليكي من خلال الفنادق البيئيه دي، بتدار كلها بفكر بيئي وبفكر اللي هو الفكر البسيط. الفنادق اللي هي بتبقى برضك نفس الحكايه كده، بعيد عن التلوث، الاضاءه بتاعتها بتبقى خفيفه، معدل الاستهلاك بتاع الكهرباء بيبقى قليل، استهلاك الميه. يعني هي بتحط المعايير المخصوصه للتعامل مع النوعيه دي من السياحه البيئيه. طيب هسيبك ترتاح شويه، هنطلع تعالى اتفرج معانا على تقرير ظريف جدا، هو فكره الربط الشغل الاكاديمي بالعملي. اوكي. وبنتكلم على الشباب بتوعنا انه بقدر الامكان بيعملوا مشاريع تخرج بتبقى حلوه جدا، لما كمان تيجي الدوله تقول لهم لا تعالوا بقى نفذوا المشروع الحلو ده في قريه من القرى او في مكان حلو. فتعالى نشوف مع بعض مجموعه من الشباب مشروع التخرج بتاعهم بالمعيده بتاعتهم، عملوا المشروع ده في راس سدر وكان جميل جدا. احنا اتفاجئنا العميده بتاعتهم، اتفاجئنا انه لما رحنا انه ده مشروع شباب وكانوا هم اللي واقفين بيخدموا الناس بنفسهم. فتعالى نشوفه كده شكله ايه. لما يعني عرفنا ان جامعة قناة السويس هتعمل مؤتمر الدولي بتاعها في السياحة في مدينة رأس سدر، قلنا طبعا ما ينفعش يبقوا على أرضنا ويعني ما نقدمش أي حاجة بسيطة كده يعني ضيافة ضيوف المؤتمر. ففكرنا يعني في فكرة بسيطة كده، قلنا نستضيفهم في أمسية في خيمة بدوية فيها شوية يعني فولكلور بدوي على التراث السيناوي، والحمد لله يعني تمت يعني بقدر الامكان على قدر المتاح يعني، والحمد لله انها يعني ان شاء الله كده تكون نالت اعجاب السادة الضيوف. بيكون لنا زيارات ميدانية لبعض المدارس للتوعية السياحية أو التثقيف السياحي لطلاب المدارس، بيكون لنا زيارات في مواسم أو في أوقات معينة لدور الأيتام، يعني في حملات تبرع بالدم طبعا بيتم تنظيمها من خلال طلاب المعهد، يعني بعض الحاجات اللي هي البسيطة، يمكن تكريم الأمهات المثاليات في عيد الأم، بنعمل لهم حفلة عندنا في المعهد، بيتم توزيع الهدايا البسيطة طبعا على الأمهات. لكن بشكل عام نحن دائما نسعى ان احنا اي فكرة فيها دعم للمجتمع المحلي دائما ما بنتأخرش عنها، اي حاجه يتم يعني او نحس ان احنا ممكن نقدم فيها شيء يفيد المجتمع. الحفل ده استمر تنظيمه 4 أيام، عملنا خيمة وبعد كده عملنا الأعداد بتاعتها ونظمناها ووفرنا المتاح المشروبات المطلوبة والخدمة. الطلاب دول المفروض هم كانوا بيركزوا في الموضوع ده على مشروع التخرج، من هنا عملنا فكرة أول مشروع تخرج يتم على أرض الواقع. نفذنا إزاي بقى؟ الطلبة هنا المفروض المشروع بتاعهم بيركز على خيمة بدوي، عملنا ايه بقى؟ الطلبة هنا نزلناهم ارض الواقع وخليناهم ان هم يعملوا مشروع فعلا، فبدأوا يتنفذوا ويشوفوا على ارض الواقع الخيمة بتتنفذ ازاي، ازاي الخدمة بتبقى مختلفة في الخيمة، ازاي الاستقبال، ازاي الضيافة. الطلبة اول حاجة في اثناء التجهيزات كان في جدية جامدة وفي تركيز شديد، واتخذوا ان الموضوع ده بشكل ان هو هيتم تنفيذه فيما بعد، حتى في بعض الطلبة قالوا ان هم ينفذوا المشروع ده
وشايفين النجاح اللي وصل ليه المشروع ليه. طبعا شفنا طبعا الخدمه اللي قدموها والشغل اللي عملوه، لا مستوى يعني عالي جدا وفاجئ الجميع. يعني يا استاذ وليد المشروع بسيط، بس لما تعرف احنا يعني واحنا داخلين حاجه، واحنا لما عرفنا المعلومات دي حاجه تانية، لانك لما تدخل مكان وتحس انه بسيط جدا عادي، لكن لما تعرف انه الشباب هم اللي عاملينه وده مشروع تخرج وبامكانياتهم هم الخاصه، وقاعدين على فكره السقف كان ستاير معموله صعبه جدا انها تتعمل، قاعدين عاملينها، الاكلات اللي حاطينها عايزين يوصلوا فكره الحاجات الحلوه المصري بتاعتنا، الحصان اللي احنا شايفينه، كلها حاجات بسيطه، لكن في النهايه هي منتج مصري خالص، منتج وشباب صغيرين يعني ممكن كمان عقبال ما يتخرجوا يبقى المشروع كمان واخد اشكال اكيد جميل. طيب خلينا نتكلم على اليوجا بقى والميديتيشن، ودي مش موضه بس هي واضح انها من هنا ورايح، الناس العالم كله بيبص الموضوع ده بشكل مختلف لان فعلا بقى بيجيب نتائج ايجابيه. بالظبط. فخلينا نتكلم على الموضوع ده وانواع اليوجا. انا عارفه ان في انواع كتير جدا من اليوجا، عارفه ان في انواع كتير من المديتيشن، في ناس اجانب قرروا انهم يعيشوا في مصر هنا، سواء في احنا قابلنا واحده قبل كده في الواحات، سيده المانيه اعتقد، المانيه بالظبط، وقاعده عامله بيتها بالزبط. وشفنا ان البيت كله مجهز في انه يستقبل اسمها فريدل، فريدل انه يستقبل، برافو عليك يا جنتي، انه يستقبل النوع ده من السياحه، وعندها مجموعات بس هي بتخاطبهم بشكل فردي، يعني هي اللي بتوجه رسائل للناس وبيجوا اعداد صغيره، وعامله بقى الاوباب وعامله جايبه كل المعدات بتاعه ده. فكلمنا عن ده اكتر، وازاي هو في الوادي الجديد فعلا واخد شكل تاني في وسط الخضره وفي وسط الزرع، الطبيعه بتاعت المكان. الطبيعه بتاعت المكان، لان هي اليوجا والميديتيشن بتعتمد على سابت بلدها وسابت الدنيا وجت قعدت فيه. هي بتعتمد على طبيعه المكان، طبيعه المكان والمناجاه اللي هم يعني، هي طبعا هي بتدخلها في فيها ليها جزئين، اجزاء روحانيه شويه، فهي بتوصل الناس للروحانيات العاليه بحيث ان هو يبقى مرتبط بالسماء بالنجوم، فيها صدى صوت الاوباب معموله بطريقه معينه بالظبط، عندها حتى الات موسيقيه بتعمل بيها، بتستخدم بيها خبطات معينه، الخبطات دي بتدي نوع من الرنين كده. أيوة. وبيعمل نوع من الاسترخاء زي الهوم بتاعنا. هو في النهايه بالظبط، هو في الاخر خالص هو علاج، يعني هو استشفى ليه؟ لان هو بيخرج الضغوط النفسيه اللي موجوده داخل الانسان، بيخرج الطاقه الزياده اللي موجوده بيخرجها في شكل حركات، زي ان حضرتك ان تقدري انك انت تقعدي مثلا لمده 5 دقائق مركزه على حاجه معينه وما بتحركيش عينك من عليها، فده بيعمل نوع من الصفاء الذهني. طيب انواع اليوجا ايه اللي بتستعملوها؟ لان انا عارفه ان في انواع كتير، في حاجات ليها علاقه بالرياضه، في حاجات ليها علاقه بالتامل وفكره. ما هو المديتيشن هو التامل، المديتيشن هو التامل. اليوجا بتخش فيها جزء كبير قوي من الرياضه او من الحركات الرياضيه، بتتعمل بطريقه معينه، المرونه بتتعمل بطريقه معينه مع بردك ناس متخصصين، مش اي حد بردك انه يقدر يشتغل فيها. هي انتشرت في مصر طبعا الفتره اللي فاتت بطريقه او عالميا، انتشرت جامد جدا وبتستغل في يعني احنا ابتدينا كنا بنشتغل في الجزئيه دي من حوالي اكتر من 15 سنه او 20 سنه، وكان بنجيب الاستراليين، والاستراليين دول كانوا بيشتغل، دي اكبر شركه في استراليا بتعمل يوجا وميديتيشن، وكانوا بييجوا يعتمدوا على، كنا بنعمل لهم في الهرم بالليل، اللي هي بيخشوا يعملوا، بنعمل لهم برايفت اكسس داخل الهرم او داخل معبد الاقصر، وبيخشوا يعملوا الميديتيشن واليوجا بتاعتهم يعني. فبتبقى جزء منها روحانيات اكتر، هم طبعا اشطر ناس في الجزئيه دي هم الهنود. شاطرين قوي طبعا طبعا طبعا، ما هم بودا وبتاع. بالظبط. طيب خلينا نروح في خبر معانا ليه علاقه بيوم الساحه العالمي. وانه بقى هيطلقوا عليه او هيبقى هو اليوم السياحه الخضراء. اوكي. فقول لنا ده راجع لايه؟ لانه كون نسمي يوم السياحه العالمي ونقصره على انه سياحه خضراء، او يبقى مركزين او حاطين سبوت على حاجه زي كده، ده دلاله ايه؟ دي دلاله على ايه؟ هيبقى توريزم اند جرين انفستمنت. حلو قوي الكلام ده.
ان شاء الله في 2023 السنه دي يعني هيطلقوا عليه اليوم اللي ليه علاقه بالسياحه والاستثمار الاخضر. ايه رايك في الموضوع ده؟ هو طبعا ده يعني الفكره ازاي تقللي كميه التلوث الموجوده حوالين العالم. هو كان ده نتيجه لمؤتمر المناخ. اكيد ده من ضمن التوصيات اللي طبعا التوصيات اللي موجوده. فانت ازاي انك انت تعتمدي على الطبيعه وتقللي كميه التلوث اللي موجود حواليكي في المناطق الخضراء او السياحه الخضراء. كان من ضمن الحاجات اللي كان خير قوي من كوب 27 فكره الاستعدادات، انه شرم الشيخ اتحولت لمدينه نوعا ما خضراء، لانه نزل لجان بقت بتشرف على كل هوتيل وابتدوا يعيدوا تقييم تاني حكايه الخمس نجوم. في اوتيلات انت شايفها مبهره، ولما سمعنا انها نزلت نجمه وبقت اربعه احنا نفسنا اتخضينا، لانه حاجه زي فرانشايزنج او اسم كبير برانش يعني كبير، فما ينفعش يبقى اربعه. لكن اكتشفنا انه قد ايه النجمه الخضراء او النجمه اللي بتضاف علشان الاوتيل ده مقلل في الاستهلاك او بيوفر في الاكل، في الاكل وفي الكهرباء وفي المياه، دي تفرق كتير قوي. اكيد طبعا اكيد. يعني هي طبعا الغرض منها ان انت تحولي زي ما قلت حضرتك انك انت تقللي كميه التلوث الموجوده، تقللي كميه الاستهلاك الموجوده، تبتدي انك انت تكون تعرف كمان الجست انه يعمل ايه وما يعملش ايه بالظبط في الاستهلاك بتاع حتى الفوطه بتاعته، يعني حتى الاستهلاك بتاع الفوطه ازاي انه يرشد في الاستهلاك بتاعها. لان هي دي كلها الغرض منها في النهايه خالص الحفاظ على البيئه. طب خلينا تاني نرجع لليوجا وازاي والميديتيشن، وازاي ان فعلا في ناس متخصصه جايه من بره قررت انها تعيش في الواحات او في اي اماكن في مصر ليها علاقه بده. احنا بنشوف برضو اجانب عايشين في دهب، بنشوف والحقيقه الجنسيه الالمانيه برضو مستحوذه هم اكتر ناس بالظبط. فخلينا نتكلم على انه ازاي كمان نجذب هذا النوع من الاستثمار، لان الناس دي في حد ذاتها استثمار. الست اللي جت عملت اوتيل او حاجه زي برضو بوتيك اوتيل اوض غرف قليله جدا وبتجيب مجموعه من الناس هي اللي بتخاطبهم بشكل مباشر. فكلمنا ازاي نزود النوع ده وازاي يعني ممكن نجذب هذا النوع من الاستثمار ان يجي عندنا اجانب، لانه الاجانب مش عايزين يبنوا اوتيل عادي كده وناس تيجي. هو طب ما يبني في بلده لكن او يبنيه في بلد تانية، لكن ايه اللي يخلينا في مصر نعرف نشد الاستثمارات دي؟ ما هو احنا النهارده النشاط السياحي هو عباره عن المنتج عباره عن ايه؟ المنتج مش سياحه شاطئيه بس، هو احنا عندنا الميزه اللي موجوده في مصر ان احنا تنوع المنتج صحيح. السياحي، يعني عندك السياحه الثقافيه، السياحه البيئيه، السياحه الاستشفائيه، السياحه الصحيه، السياحه الشاطئيه، سياحه المؤتمرات والمعارض، سياحه الرياضيات واليوجا والميديتيشن دي بتخش تحتيها، فدي جزء كبير. هي محتاجه ايه؟ محتاجه تسويق من الدوله، محتاج بردك المنتج يتعمل له براند قوي ويبتدي يشتغل عليه ناس متخصصين لتسويقه عالميا، ويبتدي يختاروا الاماكن اللي هي بتتناسب مع طبيعه، لان هي طبعا الاماكن اللي تتناسب مع طبيعه اليوجا والميديتيشن في الغالب بتبقى اماكن مفتوحه، يعني اماكن مفتوحه، اماكن بتعتمد على الطبيعه بتاعت المكان، مش شرط خضره، ممكن يعني زي فريدن دي صحراء عامله بتعمل في الصحراء بس هي زرعه، هي زرعه جزء وخبر حضرتك بتعمل، لكن الطبيعه بتاعت اليوجا والميديتيشن بتعتمد على طبيعه المكان اكتر من طبيعه الخضره او الصحراء، فهي بتعتمد على طبيعه المكان وازاي انه تقدر تتواصل مع الروحانيات صحيح. لان هي بتطلع كل اللي جواها وعايزه اللي قاعد قدامها ده في الجلسه بتاعت المديتيشن بالذات اكتر من اليوجا انه يطلع كل الطاقه السلبيه اللي موجوده جواه يحولها لطاقه ايجابيه ويبتدي يتحول من 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 انسان بيخضع لضغوط الحياه لانسان هادي وسلس وبيتعامل مع الامور ببساطه. طب خلينا نروح لده لفكره التسويق. انا هفضل اقول الكلام ده كتير انه ازاي الناس بتخرج بره الصندوق. يعني البنك متعودين ان البنوك لما تيجي تعمل بروشور او تيجي توجه ايميلز او تيجي توجه خطابات باي شكل من الاشكال للعملاء بتوعها بتبقى بتتكلم في الاقتصاد، بتتكلم في البورصه، بتتكلم في الاسهم، لكن الحقيقه انه من ضمن البروشور اللي بيتوزع السنوي بتاعهم سواء بقى بيستقبلوه على النت او بيستقبلوه كورقي يعني كان بيتكلموا فيه عن المتحف الكبير. وقلت ايه الذكاء ده في انه انا عايزه لو انا عايزه اروح فعلا للمستثمر او عايزه اروح للاغنياء بتوع العالم اوجه لهم رساله من قنوات مظبوطه بالظبط. فبالتالي فكره البنوك، فكره الكلب اللي هو البرايفت اللي بيبقى قاصر على الاثرياء بس بتوع المدينه او ايا كان، الجولف كلب، الناس بتوع اليخوت، انه يبقى بيتعمل عن طريقهم الدعايه
للنوع ده من السياحه، فحضرتك شايف ده ازاي؟ وده ممكن يتنفذ باليات شكلها ايه؟ هل ده يبقى برضو بنيه، نوع من البنيه التحتيه، نوع من البنيه ان الدوله وهيئه تنشيط السياحه هي اللي توجه بالزبط. رسائل تدفع حتى فلوس للبنوك، تدفع فلوس للنوادي دي انها تعمل ده؟ لازم يكون عندك المنتج الاول، وبعد كده المنتج بيتصور بشكل بروفيشنال، وبعد كده يبتدي عمليه التسويق بتاعته زي ما بقول لحضرتك، يعني هي البنيه التحتيه الاول، بعد كده يعني تبتدي تسويق. ما تسوقوش الا لو احنا واثقين ان بالزبط. احنا الناس دي هترجع تاني. بصي حضرتك انت مصر عندها مقاومات مش موجوده حوالين العالم في حاجات كتيره جدا، الناس والحاجات يعني اللي تنقصنا بسيطه بالزبط. بس هي مهمه، هي مهمه جدا زي ما بقول لحضرتك، سيستم وناس متخصصه. ما ينفعش يعني انا ما ينفعش حضرتك شايف ان احنا لسه مش مستعدين للخطوه انه نتواصل مع الاغنياء او العالم دول؟ عايزين نشتغل على نفسينا كويس، عايزين نشتغل عليهم كويس. طبعا انت عندك مشكله كبيره جدا بنعاني منها بقى لنا فتره، قله العماله والعماله الغير مدربه. حصلنا بقى كورونا ما هي العماله الغير مدربه دي كارثه، اصبحت النهارده بتواجه كل النشاط السياحي اللي موجود او كل الانشطه اللي موجوده في الغالب يعني. لا معلش، السياحه البيئيه والعلاجيه والصحيه دي عايزه ناس معاها، عايزه ناس مش عايزه اي حد. زي ما بقى عشان كده بقول لحضرتك قبل ما نبتدي وقبل ما نقول احنا اقوياء، لازم ان احنا نشوف نقط الضعف الموجوده عندنا نعالجها وندرسها كويس قوي نقويها، وبعد كده نبتدي نسوق. هل حضرتك شايف انه نبتدي بنقطه مكان ونحط فيه كل امكانياتنا ولو نجح نكررها تاني، ولا نمشي بالتوازي ده تعمليه في مكان والمكان ده تحطي فيه كل امكانيات الدوله اللي تقدر تحطه في هذا المكان مع القطاع الخاص، اظهري المنتج ده، ابتدي سوقي البروجكت ده، ده هيبتدي يطلع. طبعا حضرتك بتراهن على الوادي الجديد. بصي انا براهن على الوادي الجديد لانه احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في اكتر من 43% 44% من مساحه مصر. يعني حضرتك انت عايزه ايه؟ الصحراء الغربيه دي. يعني انت وفي امكانيات، في امكانيات كويسه جدا، لان بقول لحضرتك في التنوع، الميزه بتاعت المكان ان في التنوع، لكن في اماكن كتيره جدا موجوده، بس احنا السياحه الشاطئيه خلاص اخذت وخلاص ما عادش. يعني انت النهارده جديد هتقدمه للاسف الشديد، هي مش ما فيش جديد، وبعدين بتباع النهارده واخد لك بالسياحه الرخيصه. يعني للاسف الشديد اللي هي جايه من بره، للاسف الشديد يعني احنا النهارده احنا بنخضع للتور اوبريتور اللي بره، هم اللي بيتحكموا في السوق السياحه الشاطئيه، لان هم بيتعاقدوا مع الفنادق مباشره بارخص الاسعار وبينزلوا سوقوها، فبالتالي اصبح المنتج رخيص. ما زالت السياحه الكلاسيكيه او السياحه الثقافيه ليها رونق، ولما هيفتح المتحف كبير وهيبقى في ناس متخصصه بتشتغل، واخد بحضرتك، ولو عملنا بنيه مظبوطه اعتقد ان ممكن الرؤيه تختلف تماما. المدخل بتاعنا يبقى المتحف الكبير طبعاً. وبعد كده الدنيا. هو بصي حضرتك، هو المتحف الكبير ده هي بدايه انطلاقه لشكل لمصر جديد كلها على فكره، لشكل جديد لمصر وللسياحه يعني عام. عشان كده هم مأخرين الافتتاح بتاعه، مأخرين الافتتاح لانه لازم البنيه التحتيه بتاعته تبقى مظبوطه، لازم انا عاجبني انه بيتعمل بروفات يعني بالزبط. دلوقتي في اي بيز وبيحضروا بيعملوا بالظبط كده، بيعملوا في ايفنتات كتيره بحيث ان يجربوا كل العيوب اللي هي موجوده وانهم يقدروا يتفادوها. يعني فكره ممتازه. خلينا نتكلم على كمان سيوه وحكايه البحيرات الموجوده والبحيرات المالحه اللي موجوده هناك، وازاي معجزة. يعني أولا أنه البحيرة نفسها بعد شوية هي بتقفل وتفتح غيرها بالزبط. وحاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وفكرة أنه فيها كم ملح وكم طاقة إيجابية رهيبة. وبرضو يعني أنا شايفة أن سيوة ممكن لو اشتغلنا عليها هتبقى زي البحر الميت، مقاربة للبحر الميت منتجات وغيره وغيره. طب اتكلمنا عن ده، هل ممكن نبتدي من النقطه دي ولا حضرتك متحمس للواحات؟ لا 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 لا، احنا بنتكلم، احنا الفكره اللي احنا كل واحد بيبقى متحمس لمنطقه معينه هو بيشتغل عليها لانه عارف المقاومات بتاعتها وعارف يعالجها ازاي. فانا بتكلم فعلا هناك مشهور في سيوه اوتيل، مش هقول اسمه بالظبط، بس هو بيجي له ناس بطياره من العالم بالزبط. كله، وده بيبقى يعني محجوز طول السنه يعني، ده وحاضرين فيه، وده ممنوع حتى التليفون ولا كهرباء ولا اي حاجه خالص، ده بيعتمد على الطبيعه والحياه الطبيعيه. وعايز اقول لحضرتك ان الامير تشارلز كان بينزل فيه كل سنه. أيوة. يعني ياه يعني لا حاجه سمعت يعني على الفنانين والفنانات. لا 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 لا، ده يعني حاجه قويه جدا يعني. لكن فكره الاستدامه بقى في كمان الاوتيلات اللي بقت بتزرع
وتخلي الجاست ممكن ينزل يلم المحصول معايا. ما هي هي هو انت بتعتمدي على كتب كده ده اكل بالزبط. من الجنينه بتاعتنا او من الحديقه لازم بتاعتنا. لازم المناطق اللي هي زي دي بتعتمد في المقام الاساسي زي ما قلت لحضرتك على البيئه المحيطه. يعني ما ينفعش ان هو يجيب حاجه فروزن او حاجه او يبني خرسانه او لازم يتعامل مع البيئه ومع الطبيعه. فالبيئه والطبيعه ايه؟ عنده الزراعه فالناس بتاكل حاجه اورجانيك. طبعا الحاجه الاورجانيك دي حاجه ثانيه تماما مختلفه عن اي حاجه طبعًا. ممكن تاكليها طبعًا. الحياه اللي حواليه فهو السائح اللي جاي يعني هو في منتج موجود في اوروبا هي السياحه الريفيه كويس. فهو السياحه الريفيه دي معتمده على ايه؟ معتمده كلها على الاكل الاورجانيك وعلى الطبيعه بتاعت المكان وعلى الخضره اللي موجوده وعلى طريقه الكوخ معمول ازاي، البيت معمول ازاي، البدائيه اللي موجوده فيه. لا وتعمل برامج طبيخ عن الموضوع ده، بيلفوا مثلا ايطاليا في الارياف بتاعتهم بالزبط. ويدخل الولد يحضر مع الجده او صاحبه البيت وهي بتعمل الاكلات ويقعد يترجم للناس. ده في صناعه محتوى تلفزيوني قايم على الموضوع بالزبط. ده بالظبط. هم حضرتك بيعتمد ايه؟ بيعتمد ان السائح نفسه بيجي بينزل الارض بيلم الحاجه من الارض، بياخد الخضار بتاعه وعاملين له جريل، بيجي على الجريل اللي هو بيقطع ويشوي ويعمل الحاجه بتاعته كلها. فمدى الاستمتاع بتاعته طبعا بحاجه هو اخذها من الارض وبياكلها وحاجه عارف مصدرها ايه وحاجه اورجانيك كلها، فطبعا دي ده نوع تاني من السياحه. يعني في اوتيلات بس قليله قوي اللي عملت ده، بس انا شايفاها حتى لو الزراعه طبعا ما فيش مساحات كبيره يزرعوها، بس حتى لو جنينه صغيره كده وجايبين بتكفي استهلاك المكان على حسب استهلاك المكان اللي حواليكي. يعني هو مش محتاج ان يعمل مساحه كبيره، هو محتاج ان هو لو عنده مثلا 20 اوضه هو عنده 50 واحد مثلا هينزله. فهو بيعمل على قد العدد اللي موجود عنده، لان الفائض بتاعه يا اما هو عنده مصدر انه يخرجه بره او يا دوبك يكتفي بالمنتج بتاعه داخل العملاء بتوعه. طيب يعني لو اتكلمنا على الصحراء الغربيه، لان هي يعني لو قلنا ناحية الغرب بتاعنا ده مليان واعد جدا بالنسبه للسياحه البيئيه والسياحه العلاجيه والصحيه والصحراويه خلينا نتكلم على الجزء ده. انا عارفه انه بسبب ان احنا طبعا احنا على حدودنا الدنيا ملتهبه وعندنا مشاكل، يعني دايما في تخوفات، وكان الجزء الامني فيه مشاكل شويه، فكره التنقلات والاجانب اللي بيروحوا هناك. الدنيا دلوقتي اتحسنت شويه، لان الكلام ده مثلا من سنتين ثلاثه كنا بنسمعه، لكن هل لسه موجود؟ لا يعني هي بص حضرتك لو بنتكلم مثلا على المنطقه بتاعت الصحراء البيضاء والمنطقه دي، لا هي المنطقه امنه. هي حادثتين اللي حصلوا دول هما اللي كسروا الدنيا هناك. لكن هقول لحضرتك على حاجه، يعني الناس من الواحد من عيشته في وسط الناس دي، الناس نفسها بتحمي المكان، الناس طيبه، الناس بتخاف على مكانها، بتخاف على اكل عيشها، وهم حاميين المكان. انت مش محتاجه حد يحميه يعني. لكن انا عارفه انه لما ابتدت الواحات وابتدت سيوه والناس ابتدت المستثمرين يسافروا وهناك كان قدامهم تحديات كبيره طبعا، واولها المسافه، طول المسافه هي دي طبعا دي حاجات غاليه جدا طبعًا. وان الناس هناك برضو معلوماتها محدوده، وكانت التجاره عندهم او الشغل بتاعهم قليل جدا، فبالعكس المستثمرين خلوهم يشتغلوا اللي راحوا هناك. ازاي نزود الاستثمارات دي وازاي ان الدوله ممكن تسهل الموضوع؟ انا عارفه ان الطرق بقت احسن بكتير من الاول والدنيا بتمشي كتير. هي مشكله الأساسية بالنسبة لك الطرق ومطارات، يعني أنت لازم يكون عندك مطار بقى. طبعا المطارات طبعا شغالة، في مطار شغال، في مطار واقف حاليا، دي مهمة قوي برضك من ضمن البنية التحتية بتاعتك. يعني النهاردة أنك أنت تقدري يعني جزء زي منطقة الوادي الجديد دي ممكن تقدر تجيب كم هايل من السياحة، لأن زي ما بقول لحضرتك إيه، ما تعتمديش على نوع واحد من السياحة. يعني السياحة في الوادي الجديد معتمدة على السياحة الصحراوية. ليه سياحه صحراويه؟ لان عشان الناس بتعشق الرالي وبتعشق الفور باي فور وخشوا جوه الصحراء. لكن لو مشي اكتر، يعني مثلا انت بتتكلمي عن منطقه الصحراء البيضاء، لك طب بيمشي اكتر هيخش على الفرافر، هيخش على الدخل، هيخش على الخارجه، هيتفرج على معالم اثريه كتيره جدا موجوده. فانت دمجتي ما بين السياحه الصحراويه والسياحه الثقافيه، السياحه الرياضيه في نفس الوقت. انت عندك سباق الهجن دلوقتي شغال كويس قوي، وحضرتك عندك التزحلق على الرمال. فالتنوع بتاع المنتج موجود، فانك انت ازاي انك انت تستفيدي من المجتمع المحلي اللي موجود وتشجعي المستثمر، وفي نفس الوقت المستثمر دوره ان هو يبتدي يعمل تنميه داخل المكان من خلال التدريب اهله. بالظبط. يعني احنا الفنادق بتاعتنا الموجوده بتعتمد في المقام الاول، احنا ما عندناش حد من مصر خالص، كل الناس من اهل البلد، وبنعمل لهم دورات تدريبيه وبنحاول ان احنا ناهلهم ان هم يكونوا
متخصصين في هذا النوع من السياحه. كويس قوي. بس هي الفكره انه وده اللي انا بقوله، الاستثمارات لو زادت والناس بقت رجليها في المكان بس يترتب له صح، لان هو معتمد برضو على انه ما فيش ناس كتير يعني. فكره المديتيشن او التامل دي او فكره العلاجات دي كلها معتمده، فلو في تنسيق واتعملت استثمارات كتير مش هيبقى في حوادث. يعني دايما يقول لك حارب الارهاب مثلا بالاستثمار، بان يبقى في تنميه في كل ما في تنميه كل ما يقل الارهاب مشاكل. كل صحيح. ما يكون في يعني، عشان كده هم دلوقتي بتعمري الصحراء بايه؟ بتعمري الصحراء بجزء كبير جدا بالمشاريع اللي هي موجوده، المشاريع الزراعيه بالظبط بالظبط كده. وهو بردك في نفس الحقيقه في منطقه الوادي الجديد نفس الحكايه، بس انا بقول لحضرتك بردك تاني على منطقه الوادي الجديد دي بالذات، ان هي من المناطق الامنه جدا 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 على مدار عمري. انا شايف يعني انا بشتغل في المنطقه دي، احنا غامرنا الكلام ده، في احنا بنشتغل في رحلات السفاري والرحلات الصحراويه من الثمانينات. وبعدين ده ايام ما فيش حد خالص، عشقنا المكان طبعا، مغتبك عشقنا المكان، فابتدينا ان احنا نفكر طب يعني احنا كان قدامنا فرص ساعه الاستثمار، كان قدامنا فرص كتيره جدا ان احنا نروح ناحيه البحر الاحمر اللي هي كانت المناطق اللي كانت اللي يعني إقبال. اللي كان عليه اقبال. وكان خلال 5 سنين واخد بالك انت العائد بتاع راس المال بتاعك هيرجع لك، لكن احنا غامرنا. لو حطيت مواصفات للمستثمرين في كل مكان هتلاقي المستثمر بتاع الوادي الجديد ومستثمر بتاع سيوه ومستثمر مختلف بتاع دهب مختلف، ليه شخصيه كده وعنده تفاؤل. واعتقد المكان نفسه غير في المستثمر نفسه، انه نفسيا بقى يعني المكان نفسه عمله طاقه ايجابيه بالظبط. هو ميزه المناطق اللي زي دي حضرتك ان هي معتمده، يعني لو دورتي على المستثمرين هتلاقي المستثمرين اساسا كلهم حرفيين. ودي الميزه اللي منجحها الشغل ده، انه حرفي بيشتغل بايده وعنده الاكسبيرينس قويه جدا وعنده مش صبر مش مجرد ان هو مستثمر معاه فلوس ففكرت ان انا استثمر في المنطقه دي طبعًا. لا في فكره، ولا مش هيستحمل اللي اكيد في معوقات. انا عارفه في تحديات وقابلنا في تحديات كتيره جدا ناس جدا ناس اتكلمت معانا، وفعلا ناس كتير راحت في الثمانينات، فكان الموضوع الدنيا كانت فاضيه. بالظبط كده، نورتنا وسعتنا بوجودك، خدنا كميه معلومات، وان شاء الله تكون معانا دايما ان شاء الله باذن الله. انا اتشرف بحضرتك، انا سعيد جدا. الاستاذ وليد احمد عزه عضو غرفه شركات سياحه، واحد من المستثمرين الكبار في الوادي الجديد، وصاحب واحد من الشركات العاملة في سياحة سفاري وتسويق السياحة العلاجية والبيئية. بنشكره شكرا جزيلا، ونشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. ألف شكر لك، نورت.